اهلا بحضراتكم في صدى البلد. معانا الدكتور عصام الطباخ، محامي المجني عليه محمد اللي اتنصب عليه في السويس، وجارته خدت منه مبلغ 450 جنيه مقابل ان هي اتجوزت بنتها، على وهي اصلا بنتها على ذمه رجل تاني. عايزين نعرف التفاصيل يا دكتور من البدايه كده، والموقف القانوني بالنسبه لمحمد. يعني عايزين نوضح في البدايه الاول، طبعا تحياتي بحضرتك يا استاذ رامي وتحياتي بالساده المشاهدين. بصراحه الموضوع يعني موضوع يعتبر غريب شويه وعجيب. يمكن انا خلال 30 سنه محاكم الجنايات على مستوى مصر ما شفتش حاله زي دي. هي القصه بايجاز شديد ان محمد جمال ده شاب لسه في مقتبل العمر، ومن الناس النقية جدا بشكل غير عادي، ساكن عمره كله في عمارة في السويس، وكان المفروض اللي كان هيرتبط ببنت جارته، بس ما حصلش نصيب. هي اتجوزت وهو اتجوز، فرجع بعد حوالي 18 سنة، يعني الزيجة بتاعته ما اكتملتش، فرجع البيت فقابلته والدة البنت دي. فوجئ ان الست بتقول له لا اكتبها العربية باسمي. قال لها لا انا اكتبها باسمك ليه، انا اكتبها البنت ولا باسمها هي؟ اسمها هي. قال لها انا اكتبها باسم حضرتك ليه، اكتبها باسم انا وان شاء الله لما نتجوز يبقى نخلص. قالت له لا، انت لما تكتبها باسمي دي هتفرق معاها، اللي انت يعني جايب لها الموضوع دوا وعشان اقربك منها. واقنعته يعني، وهو اللي اعتبر الادب، هو حد مؤدب جدا يعني هو كشخصيه حضرتك اعتقد سجلت معاه، حد نقي، حد شخصيه يعني ربنا رب يحميه ويحفظه في الايام اللي احنا بنمر بيها دي، ويبعد عنه ولاد الحرام يعني. المهم الراجل اشترى عربيه جديده وصور العربيه، عايز بقى يفرح بقى يعني، يروح للبنت ويقول انا جبت لك العربيه دي. عدى اسبوع والتاني الست عماله تتهرب منه. فالمهم ابتدى يبحث عن رقم تليفون البنت، كلمها في التليفون، البنت صدته طبعا في التليفون، ما تعرفش اي حاجه، البنت ما تعرفش اي حاجه، صدمته اللي هي متجوزه وعلى ذمه راجل، وازاي الكلام ده حصل، الى جانب اللي انا ما عنديش عربيه عشان انت تقول لي ده عربيتك اتسرقت وانا جبت لك غيرها، انا ما عنديش اصلا عربيه عشان تتسرق والكلام ده غلط. قال لها ده حصل كذا كذا كذا، حكى لها قصه. قالت له بص انا يعني لو طلبت شهادتي في اي جهه رسميه البنت انا هشهد معاك وشهاده حق، لان دي انا في مشاكل كبيره مع امي وانا ما يرضينيش كده ابدا، وتعاطفت معاه. يعني بالنسبه لمحمد او بالنسبه للوضع يعني، بصراحه استاذ رامي انا بحيي حضرتك على السؤال ده بالذات، لان لازم نصحح المفاهيم لدى الجمهور، لان فعلا الثقافه الجماهيريه ممثله في المسلسلات والسينما دايما عباره دارجه القانون لا يحمي المغفلين. لا، اللي انا عايز اوضحه وان المشرع بينادي بيه، وان كل مواثيق العالم بتنادي بيه، ان القانون وضع خصيصا لحمايه المغفلين. يعني اصلا يعني ايه الحكمه اللي احنا عملنا قانون، اللي الكون ده فيه قانون عشان يحمي الضعفاء، عشان يحمي المظلومين. والضعيف او المظلوم هو غافل، يعني بصرف النظر عن اللفظ اللي ممكن الناس تاخده اساءه كمغفلين، لا، اي حد ممكن يتحط مكان المجني عليه، لان المجني عليه هو راجل عاقل وراجل مدرك. لو حد غير والدتها اوهمه الاهام ده، لا يمكن كان هيستجيب ولا يمكن كان هيطلع فلوس. استجاب للعشره اللي كانت بينهم، ان هي جارتهم من 18 سنه والعلاقه أكتر امه وبنتها. فبالتالي القصص دي كلها او دي هو طبعا كده مع بنتها تمام، وطلع الفلوس. يعني سبب تطليع الفلوس هو ممارسه الست لطرق احتياليه متمثله في الكذب والتضليل، واللي هي تدعي على بنتها اللي هي متطلقه وهي على ذمه راجل تاني. عايزين نعرف الاجراءات القانونيه دلوقتي اللي انت خدتها او اللي هتاخدها او اللي هتاخدها النيابه العامه والمجلس. يعني احنا لما وصل لنا الموضوع ده، يمكن حضرتك عارف يا استاذ رامي احنا دايما لما بنتولى اي قضيه بنتحرى يعني الدقه، ولازم يبقى عندنا ايمان قوي بموقف الراجل اللي هندافع عنه، مؤمن تماما بمصداقيه محمد جمال، لان في اوراق وفي مستندات هكلمك فيها.
على طول عملنا محضر بالنصب في اسم الشرطة المختص، والمحضر تم احالته للنيابة العامة، والنيابة العامة صدر قرار بإحالة المحضر للاستيفاء على اساس يتم طلب تحريات المباحث ويتم استدعاء شاهدة الإثبات اللي هي البنت، ويتم ضم كافة المستندات المادية القوية اللي بتدل على وجه قاطع يقيني بأن الراجل اشترى العربية من المعرض وفرج جمركي وضمان وديعة متوفرة يعني كل ده متوفر. فضلا عن ايه بقى؟ فضلا عن أن هناك حوارات متبادلة بين محمد جمال وبين المتهمة عن طريق الشات وعن طريق الفويسات اللي ما بينهم، اللي بيطلب منها يا ستي هات العربية بتاعتي، تقول له لأ، طب أنا ممكن أديك 1000 جنيه في الشهر، طب لأ، وآخر حاجة قالت له أعلم في خلك الكابل. فطبعا دي حاجة مأساة بصراحة يعني. فالمحضر احنا ماشيين فيه، وانا اعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويحصل على حقه، والقانون موجود لحمايه زي ما قلنا لحمايه الضعفاء. تحياتي ليك يا استاذ رامي وتحياتي للساده المشاهدين.